قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الله تبارك وتعالى خلق للإنسان كل شيء بقدر معلوم. يقول الله تبارك وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. والأرض بددناها، هي كروية، ولكن بالنسبة إليكم لا تشعرون بكرويتها لأنها كبيرة، فكأنها مبسوطة للاستقرار عليها، مددناها لتستقر عليها. وألقينا فيها رواسية. السفينة أيها الإخوة تعلمون أن لها مرساة حتى لا تضطرب ويضربها الموج هكذا وهكذا في سيرها، فهي راكزة، ما يوجد منها تحت الماء أكثر مما يوجد منها فوق الماء، ولها مرساة، إذا وقفت تنزل المرساة فتثبت ولا تضطرب. وقال تعالى عن الجبال: والجبال أرساها، في آية أخرى. هنا يقول: ألقينا فيها رواسية، أي جبالا ثوابت. وثبت في علم الجيولوجيا أن ما هو في باطن الأرض من الجبل 3 أضعاف ما هو ظاهر للناس خارج الأرض، على سطح الأرض من الجبال. وأنبتنا فيها، أي في الأرض، من كل شيء موزون، أي أنبتنا فيها من كل ما يحتاجه العباد باتزان وبشكل منظم ودقيق، بحيث أن الأمور التي خلقها الله من النباتات فيها تتحقق فيها الحكمة ويتحقق فيها ما يحتاجه العباد. وجعلنا لكم فيها معايشة، أي جعلنا لكم في الأرض ما تعيشون فيه من في حياتكم الدنيا من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس، حجارة تستخدمونها لتبنوا مساكنكم، الفرش، كل شيء لتعيشون فيه حياة سعيدة. ومن لستم له برازقين، جعلنا لكم خدم وجعلنا لكم تابعين من أولاد وأزواج، لستم أنتم الذين ترزقونهم، الله يرزق كل مخلوق، ولكن جعل رزقكم رزقهم عن طريقكم ليبتليكم ويختبركم هل تقوموا بواجباتكم في هذه الرزق أم تبخلون عن الحد الذي شرعه الله. لا يعني ذلك أن الرجل يطيع زوجته ويطيع أولاده في كل ما يريدون ويبدد المال، لا، ولكن لا يبخل، إنما ينفق المال فيما يحقق لهم مصلحة وسعادة الأولاد والزوجة. ويعلم الإنسان لو تفكر علم اليقين أن الرازق الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إن من شيء هنا إن بمعنى ما، أي ما من شيء إلا عندنا خزائنه، من رزق العباد، من الماء، من كل شيء نحن قادرون على إيجاده وتكوينه وتخزينه. وما ننزله إلا بقدر معلوم. لو أنزل الله تبارك وتعالى المطر بكثافة لضر الناس بدل أن ينفعهم، لغرقوا. كنا من أيام في بلدة من البلدان ونحن عائدون، فنزلت أمطار غزيرة جدا،
ما هي إلا دقائق معدودة وإذا بالسيول تمشي. فوقفنا وانتظرنا ساعات حتى سكن المطر وخفت السيول، واستطعنا أن نمر بسيارتنا من فوق الماء بعد أن انخفض وأصبح ارتفاع الماء شبر فقط، كان ارتفاع الماء أكثر من نصف متر ويمشي بسرعة هائلة. فلو أنزل الله الأمطار بغزارة كبيرة لدمر الناس. من أيام أيها الإخوة لعلكم سمعتم أو رأيتم عندنا في بلدة التي نحن فيها نزل برد في سوريا، نزل برد أيضا في نفس اليوم ولكن برد صغير. نحن هنا في هذه البلد التي نحن فيها نزل برد كبير، كل برد بقدر طبة البينبون يعني أكبر من الجوزة. نحن في البيت نسمع طرق غريب، والسيارة تصيح لأنه السيارة إذا تحركت واهتزت يشتغل الإنذار. ففتحت النافذة، ماذا حدث؟ وإذا هذه القذائف من السماء تنزل بقدرة الله تبارك وتعالى. ففي اليوم التالي تبين لي أن السيارات أكثرها اللي تكسر بلور قزازها بلورها واللي تطعجت والأنابيب الأنابيب المسخن الماء المشعات التي توضع على الأسطحة تكسرت. لماذا؟ نزل شيء أكثر من الحد المطلوب. فربنا تبارك وتعالى يرينا هذه الأشياء لنعتبر أن الله عندما ينزل المطر ينزله بقدر معلوم، لا يغرق فيه الناس والزروع والحيوانات ولا يقطعه عنهم إلا ليمتحنهم ويبتليهم حتى يرجعون إلى الله. فكل شيء ينزله الله تبارك وتعالى بقدر، ويخزنه في الأرض أيضا بقدر، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله سبحانه وتعالى جعل خزائن في هذه الأرض، ينزل الماء يستفيد منه الناس والباقي يتخزن في الأرض، جعل هناك طبقات كتيمة، ولولا هذه الطبقات الكتيمة لما تخزن الماء في باطن الأرض ثم خرج عيونا وآبارا. من الذي خزنه؟ من الذي جعل هذه الخزانات؟ أنتم نظمتم الأرض، علماء الجيولوجيا اكتشفوا هذا، ولكن من الذي فعل وخلق؟ الله تبارك وتعالى. وأرسلنا الرياح لواقح. الرياح عندما تذكر في القرآن بالجمع رياح إذن فيها الخير، وعندما تذكر الرياح بالمفرد ريح يراد بها الإهلاك. أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم عجاز نخل خاوية. فالله يذكر هنا الرياح نعمة للناس ولها فوائد. ما هي فوائدها؟ أنها تلقح الغيوم، وثبت وهذا إجاز للقرآن. يعني من أين محمد عرف ذلك لولا يخبره ربه وهو أمي ومن قبل 15 قرن تقريبا؟ كيف عرف هذا؟ لابد أن الله خالق هذه الأمور هو الذي أخبره. الرياح تبين أنها تسوق السحاب فتحتك السحاب ببعضها فتتلقح، فيحصل منها الشرارات الكهربائية الهائلة، قدرة هائلة من الكهرباء، فيختلط الماء والبخار الماء بالغيوم يختلط بالأوزون الهواء الموجود الذي نستنشقه، 4 أخماس آزوت أوزون و5 أكسجين. ولو كانت النسبة أكثر من ذلك، لو زاد الأكسجين لاحترقت الدنيا بشرارة كهربائية، ولكنه الهواء عاطل ما ينقل الكهرباء ولا ينقل النار. فعندما يحتك الغمام تتلقح الغيوم وتحصل الصواعق وكذا، فيختلط بخار الماء الموجود في الغيوم يختلط بالأوزون، فينتج عنه مركب يستفيد النباتات من هذا الماء النازل من السماء، ينزل وكأن معه غذاء للنبات لأن النبات يتغذى أيضا بالأوزون. وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح إذن تلقح الغيوم، والرياح أيضا تلقح النباتات. ثبت أن النباتات كما أخبر القرآن من كل شيء زوجين اثنين، في ذكورة وأنوثة، قد يكون المذكر والمؤنث في زهرة واحدة، قد يكون في شجرة المذكر والمؤنث في شجرة واحدة، وقد يكون في شجرتين. فتأتي الرياح وتحمل
غبار الطلع من المذكر إلى الزهرة المؤنسة فتحصل النباتات بإذن الله تبارك وتعالى. من الذي فعل ذلك؟ من الذي أرسل الرياح اللطيفة التي تلقح؟ الله تبارك وتعالى. لماذا تنسى يا إنسان ربك وتربط قلبك بالمخلوق؟ وأنزلنا من السماء وأرسلنا الرياح لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أنزلنا من السماء ماء تشربون منهم أنتم من هذا الماء ودوابكم وحيواناتكم وما أنتم له بخازنين. كما قلت قبل قليل لستم أنتم الذين تخزنونه في الأرض. لو حصل في جيولوجيا الأرض في الطبقات اللي تحت الأرض كتيمة شقوق لغارت المياه ونزلت في هذه الشقوق، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لها خزانات تحت الأرض. يحفر الإنسان الآبار أو تسير ينابيع من تلقاء نفسها عندما تتفتح فتسير هذه المياه المخزنة جداول وأنهار يستفيد منها الإنسان ويزرع ويحصد ويشرب ويطعم ويسقي حيواناته ويعيش ويتمتع. كل ذلك من الله، فلماذا تبعدون عن الله وتقتربون من غير الله؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بقوله الثابت وأن يشرح صدورنا للحق، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.